من أول حياته هم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه أعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي تابت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال أعمل لها تمثال يلي طيبت قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي تعبت واللي ربت واللي سهرت واللي شالت حمل جبال حب من أول حياته وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يسر الله لك يا أم عياد. اعلمي وأنت تسمعيننا الآن، اعلمي أن الله نعم الرب وأن محمدا صلى الله عليه وآله نعم الرسول، وأن عليا عليه السلام وأولاده الأئمة المعصومين نعم الأئمة شفعاء عندك يا الله. يا أم عياد يا أم عياد، اسمعي افهمي اعلمي، إذا جاءك الملكان رسولين من قبل الله تبارك وتعالى وسألك من ربك من نبيك، وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا الله. صل على محمد وآل محمد، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، وفقنا بتوفيقك. من اجتمعنا لأجلها المرحومة الحاجة أم عياد ثريا رضا بره، اللهم ارحمها برحمتك، اللهم احشرها مع أوليائها مع محمد وآل محمد. اللهم إنا نهدي لها ثواب ما تلوناه كي يكون لها ريا رويا سائغا هنيئا. اللهم وارزق أولادها وأحفادها وبناتها ومعارفها الصبر والسلوان. حقيقة أولاد بارين إن شاء الله، يعني هذا اللي يذكر أبوه، اللي يقيم لمجلس الحسين، اللي يعطي كل شيء لوالديه، هذا فرد شيء عظيم. أسأل الله أن يوفقكم ويعظم أجركم ويعظم أجوركم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. روحي وأرواح العالمين لك الفداء، يا غريب يا مظلوم. إخواني أخواتي، نحن اليوم في اليوم السابع من وفاة المرحومة الحاجة أم عياد ثريا بره رحمة الله عليها. هذه المرأة أذكر لها من حسناتها أنها ربت أولادها على الحب والعطف والحنان، يعني دائما وأبدا تقول لهم لا تعاملوا مع أحد، البزع عنكم إن تراضوه. ومن حسنات هذه المرأة، وأنا ما رأيتها في مرأة أخرى، أن زوجها في الخمسينات تقريبا، يعني نحن ما كنا أولاد صغار أو أنه ما كنا نعرف، كانوا يحتفلون في لبنان بعيد ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله، فأشعلوا الشموع فاحترق زوجها، كانت بعدها مش مزوجة بس أنه مخطوبة، وأصبح عظم، يعني إنسان محروق بكل جسمه. الكل نصحها بأن تتركه، قالت لا، أنا أخذت لحمي ما بدي زدت عظمي. فبقيت ثمان سنوات تعالج به، ثم تزوجت بهذا الزوج. شوف هذه المرأة قديش وفية، قديش عندها عطاء، قديش فدت زوجها ولم تتركه لأنه احترق.
ويكفي فخرا لهذه المرأة هذا الوفاء لزوجها فرحمة الله عليها. ولذلك أنا أتقدم بحر التعازي إلى كل من يلوذ بها، إلى أبنائها الحج حسين والحج عماد وحسن والحج رضا، وإلى بناتها الحج عايدة والحج أميرة صلاح بعد وصلاح عفوا أخاف أنه إنسى أحد وبعدين يعطوا علي وصلاح جزاك الله، وإلى بناتها الحج عايدة والحج أميرة وسحر ونوال إن شاء الله ما نسينا حدا وفاطمة أوكي على كل حال إذاك ميت. على كل حال أتقدم إلى بناتها وأبنائها وكل من يلوذ بها بحر التعازي سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنته وأن يحشرها مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وإلى روحها وروح زوجها وروح ابنها عياد وأرواح أمواتكم جميعا نهدي ثواب السورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. إلى من اجتمعنا لأجلها المرحومة الحاجة عياد تغير ضبره، اللهم نسألك بالاسم الذي به تحيي الموتى، صل على محمد وآله واحشرها مع أوليائها محمد وآل محمد. صل على محمد وآله. اللهم إنا نهدي لروحها ثواب ما تلوناه كي يكون لها ريا رويا سائغا هنيئا. اللهم وارزق أولادها أحباءها بناتها أحفادها المقربين منها الصبر والسلوان. اللهم عجل فرج إمام زماننا، اللهم ارزقنا رضاك ورضا إمام زماننا يا الله. إلى أرواح العلماء الماضين خدام الحسين الشهداء جميعا أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات وبالخصوص لمن اجتمعنا لأجلها المرحومة الحاجة أم عياد فري رضا بره ولزوجها أبي عياد وللمرحوم عياد نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. باسم العائلة نشكركم جميعا عجركم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.